بسم الله الرحمن الرحيم. المكتبة الصوتية لمعالي الشيخ الدكتور صالح بن فوزان الفوزان. حلقات تبث في إذاعة القرآن الكريم. نور على الدرب، برنامج يومي يجيب فيه أصحاب الفضيلة العلماء عن أسئلة المستمعين. الحلقة 12. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على قائد الغر المحجلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. مرحبا بكم أيها الإخوة والأخوات في لقاء مبارك في برنامج نور على الدرب، وضيف هذا اللقاء هو فضيلة الشيخ صالح بن فوزان الفوزان، عضو هيئة كبار العلماء وعضو اللجنة الدائمة للإفتاء. أهلا ومرحبا بالشيخ في هذا اللقاء. حياكم الله وبارك فيكم. وصلتنا حقيقة رسالة من إحدى الأخوات تقول: فضيلة الشيخ صالح، ما نصيحتكم للأخوات المشتركات بمواقع التواصل الاجتماعي؟ هذه الأخوات أو يصفن حالهن بالمطلقة والعزباء والمتزوجة، لأنها تريد أن تجلب الانتفاع في هذا التواصل بين الناس. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. هذه الوسائل، وسائل التواصل الاجتماعي، فيها شرور كثيرة وفيها أخطار عظيمة، وهي وسيلة لنشر الشر والكذب والترويع. فالمسلم يتجنبها ويبتعد عنها، ويحصل التواصل بغيرها، بالجوال، بالتلفون، باللقاء، غير ذلك من الأمور التي يحصل بها المقصود ولا يحصل منها مفاسد. نعم. سائلة أخرى تقول: ما حكم الشرع في نظركم فضيلة الشيخ في بيع مواد التجميل للنساء؟ التجميل المباح لا بأس ببيع مواده، التجميل المباح، لأن التجمل مطلوب. وسائل التجمل أو مواد التجمل يباح، إذا كان التجمل مطلوب فإن مواده مباحة أيضا. نعم. أحسن الله إليكم. فضيلة الشيخ يقول السائل: هل يشرع للإنسان أن يقول: اللهم اجعلني لقبر نبيك محمد صلى الله عليه وسلم من الزائرين، أو يقول لمسجد نبيك من الزائرين؟ هذا لم يرد فيه دليل فيما أعلم، لكن يحرص على أن يزور مسجد الرسول صلى الله عليه وسلم للصلاة فيه، لأن الصلاة فيه عن ألف صلاة فيما سواه. يحرص على زيارته للصلاة فيه، ويتبع ذلك إذا وصل إلى المدينة ودخل المسجد أن يسلم على النبي صلى الله عليه وسلم، تبعا لما جاء من أجله الصلاة في المسجد، ولا حاجة إلى أنه يدعو بهذا الدعاء. نعم. يقول: ما هو الرد فضيلة الشيخ على من يقول بوجود الخلاف بين السلف في حكم تارك عمل الجوارح بالكلية، ويقول بأن المسألة ليس فيها إجماع؟ هذا كذاب. السلف لم يختلفوا في تعريف الإيمان، أنه قول باللسان واعتقاد بالقلب وعمل بالجوارح. هذه عبارتهم، وهذا المروي عنهم جيلا بعد جيل. ومن خالف من المرجئة لا يلتفت إلى خلافه، لأن العبرة بمن سبق، لأنهم أقرب إلى الحق من غيرهم. نعم. سائل آخر يقول: الشيخ، ما حكم أخذ الأجرة على تدريس القرآن للطلاب؟ لا بأس بذلك، إن حق ما أخذتم عليه أجرا كتاب الله، لا بأس بذلك. نعم. أحسن الله إليكم وبارك فيكم. يقول هذا السائل: ما الحكمة من غسل الإناء 7 مرات؟ هذه المسألة هي كلام لأهل العلم، يعني الحكمة، معرفة، ما هو لازم معرفة الحكمة، الواجب تنفيذ الأمر الذي أمرنا به الرسول صلى الله عليه وسلم، سواء عرفنا الحكمة أو لم نعرفها. قد أمرنا صلى الله عليه وسلم أن نغسل الإناء الذي ولغ فيه الكلب 7 مرات، إحداها أو أولاها أو أخراها بالتراب، ننفذ ما أمر به الرسول صلى الله عليه وسلم. نعم. هذا السائل فضيلة الشيخ يقول: نريد من فضيلة الشيخ أن يحدثنا عن العقوق، حيث أعرف امرأة منذ سنوات طويلة ولم تشاهد أو تسمع صوت ابنها أو بنتها، والبنت أيضا تسكن في المنطقة الشرقية والأم في الرياض، هل من توجيه في هذا الشأن؟ العقوق كبيرة من كبائر الذنوب، وهي تلي الشرك بالله، كما أن حق الوالدين يلي حق الله جل وعلا،
أن اشكر لي ولوالديك. قضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا، والإحسان يكون بالقول وبالفعل وبالتواضع لهما وبالاتصال بهما وتطيب خواطرهما بما في ذلك من الأجر العظيم واكتساب الثواب برضاهما عنه. الولد لا يقاطع أباه أو أمه بحجة أنه بعيد، بحجة إن كان يقدر على المجيء فإنه يأتي يكسب الأجر ويتفقد أحوال والديه أو أحدهما ويقوم ببرهما، وإن كان لا يقدر على المجيء فهناك وسائل الاتصال بالجوال، بالتلفون، بالخطاب، الكتابة، وتطيب خواطرهما بذلك. نعم. هذا السائل أبو عبد الله يقول: الشيخ، ذهبت مع صاحب أجرة لأداء العمرة وقلت له أوصلني إلى الميقات، فذهب بي إلى جدة وقد مررنا بأحد المواقيت فأحرمت من جدة، هل يلزمني شيء علما بأنني جاهل وكذلك السائق جاهل؟ الواجب عليك الإحرام من حدود الحرم من الحل، إذا ذهبت إلى جدة تحرم من الشميسي، من الشميسي اللي هو موضع الحديبية تحرم منه لأنه حد الحرم، تدخل بالعمرة. نعم. يقول السائل: الشيخ، عندي محل تجاري أبيع على الناس، إلا أنني قد يأتيني شخص ما فأمتنع من البيع عليه لأنه سليط اللسان، هل يجوز لي ذلك؟ المال مالك، إن شئت تبيع عليه أو لم تبيع عليه، المال مالك. نعم. جزاكم الله خيرا. يقول الشيخ: إذا كان الشخص مجاهل بالمعصية أو يرى أن ما يفعله لا يعد معصية بل يتحدث بذلك في المجالس وخصوصا ممن لهم مغامرات وسوابق، فهل يجب عليه الستر أم لا؟ يجب عليه الستر، أمر النبي صلى الله عليه وسلم بالستر، أن يستر الإنسان على نفسه إذا وقع في شيء من هذه القاذورات، فليستر بستر الله ولا يفضح نفسه. فهذا الذي يفعله بعض الناس يعتبرونه من التوبة، ليس هذا من التوبة ولا من أحكام التوبة، إنما هذا شيء أحدثوه تحدثون بما صنعوا أنه، فهذا لا يجوز. يستر الإنسان على نفسه ويستر على إخوانه، وتكفي التوبة للإنسان من ذنوبه وتكفي النصيحة للآخرين. نعم. يقول هذا السائل بأنه حدث له حادث أثناء سفره وتكسرت الأسنان الأمامية وقام بتركيب أسنان ولكن ليس كما كانت، فلو قمت متعمدا بجعل الأسنان على صف واحد وما حكم عمليات التجميل بعد الحادث؟ لا بأس بذلك بتركيب الأسنان وعلى أي صفة يحصل بها المقصود، لأن هذا من العلاج، ولا بأس بعلاج الجروح والكسور وإزالة التشويه الذي يحصل في الإنسان بسبب الحادث، لا بأس بذلك لأن هذا من التداوي، قد قال صلى الله عليه وسلم: تداووا ولا تداووا بحرام، وقال صلى الله عليه وسلم: ما أنزل الله داء إلا أنزل له دواء، علمه من علمه وجهله من جهله. نعم. يقول: قرأت أن هناك ربا يسمى ربا الجاهلية، فما الفرق بينه وبين الربا في زماننا هذا، وهل من أمثلة على ذلك؟ الربا على قسمين: ربا الفضل وهو بيع الجنس بجنسه مما يشترك معه في العلة التي من أجلها حرم الربا، كبيع التمر بالتمر متفاضلا، بيع البر بالبر متفاضلا، بيع الشعير بالشعير متفاضلا، أن الأصناف الستة التي ورد بها الدليل وما شاركها في العلة من غيرها، وهي علة الكيل أو الوزن، ما يكال ويدخر أو يوزن ويدخر، هذا ربا الفضل. إذا بيع بعضه ببعض فلا بد من التساوي ولا بد من التقابض في المجلس أيضا. النوع الثاني ربا النسيئة، وهو أن يباع الشيء بغير جنسه، يباع الشيء بغير جنسه كالتمر بالبر مثلا، أو التمر بالشعير، أو البر بالتمر، أو البر بالشعير، إذا بيع بغير جنسه جاز التفاضل، ولكن يحرم ربا النسيئة وهو التأجيل. قال صلى الله عليه وسلم: إذا اختلفت هذه الأجناس فبيعوا كيف شئتم، يعني متفاضلا أو متساويا، بيعوا كيف شئتم،
لكن بشرط إذا كان يدا بيد، يعني تقابل في المجلس. نعم، أحسن الله إليكم. يقول السائل أبو إبراهيم، هل ورد هذه العبارة عن السلف اجلس بنا نؤمن ساعة؟ نعم، ورد ذلك عن بعض السلف، بمعنى أنهم يتحدثون بالخير ويتحدثون بالوصية الطيبة ويتحدثون بما عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم وأصحابه والسلف الصالح، أيضا يذكرون الله عز وجل، يتلون القرآن، يتدارسونه، كل هذا من الإيمان، لأن العمل من الإيمان كما هو مذهب أهل السنة والجماعة. العمل من الإيمان، الإيمان قول باللسان واعتقاد بالقلب وعمل بالجوارح. نعم، أحسن الله إليكم. هذا يسأل عن آداب الزيارة بالنسبة للمريض، وما رأيكم في كثرة التردد عليه وكثرة المكوث عنده، وما الأجر المترتب عليه؟ زيارة المريض فيها أجر عظيم، ما أوصى به النبي صلى الله عليه وسلم، وهو من حقوق المسلم على أخيه المسلم. والزيارة إن كان المريض يرغب التردد عليه والجلوس عنده، فإنه يفعل عنده ذلك لأنه يرغب هذا، أما إذا كان لا يرغب فإن الزيارة تكون يوما بعد يوم، ما تكون كل يوم، ولا يطيل الجلوس عنده حتى يضجره. يقول الشاعر: لا تضجرن عليلا في مساءلة، إن الزيارة يوم بعد يومين. هذا من آداب الزيارة، أنه يزوره يوم بعد يوم، وأنه لا يطيل الجلوس عنده، وأنه يطمئنه ويدخل السرور عليه، يروح عنه بما يخفف عنه المرض. نعم، أحسن الله إليكم. تقول السائلة: إذا نزل من المرأة الحامل دم ليوم أو يومين أو ثلاثة، فما حكم هذا؟ وهل هي كالاستحاضة؟ وما حكم صلاة هذه المرأة؟ الحامل إذا نزل منها دم مع بقاء الحمل، فإن هذا دم فساد، دم نزيف، وليس حيضا، لا تترك من أجله الصلاة، بل تتطهر وتصلي. نعم، أحسن الله إليكم. هل المتشائم من شهر صفر أصل في الشرع؟ وما حكم هذا العمل؟ مأجورين. التشاؤم كله لا يجوز، لا بشهر صفر، ولا بالطيور، ولا بالأماكن والمنازل، ولا بالأشخاص. التشاؤم من الطيرة، والطيرة شرك كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. فيجب أن المسلم يتوكل على الله، وأن ينسب الأمور إليه، ولا ينسبها إلى المخلوقين، ولا يتشائم، بل المطلوب التفاؤل. النبي صلى الله عليه وسلم كان يتفاءل، يعني يؤمل الخير، إذا رأى شيئا أو سمع شيئا طيبا يتفاءل بالخير، وما كان يتشائم، بل ينهى عن التشاؤم. ومن ذلك التشاؤم بالأوقات، كالتشاؤم بشهر صفر أو ببعض أيام الأسبوع، كل هذا لا يجوز، وهو من اعتقاد الجاهلية. نعم. يقول السائل أبو سعد من جدة: فضيلة الشيخ، من عادتنا أننا نسافر أنا وزميلي، وعندنا نية القصر والجمع، فهل يجوز أن يكون أحدنا إماما إذا جاء من يصف معنا؟ نعم، يجوز للمسافر أن يؤم المقيمين، ويجوز أن الذي يقصر يؤم الذين لا يقصرون، والعكس يجوز أن المقيم يؤم المسافرين، لكن يتمون، لأن من ائتم بمقيم فإنه يلزمه الإتمام، إنما جعل الإمام ليتم به. أما إذا كان العكس، ائتم مقيم بمسافر، فهذا لا بأس به، ولكن إذا سلم المسافر وقصر يقوم المقيم ويتم صلاته، لأن النبي صلى الله عليه وسلم صلى بأهل مكة في عام الفتح، صلى بأهل مكة وقال: يا أهل مكة، إنا قوم سفر، فأتموا لأنفسكم. نعم، أحسن الله إليكم. يقول: من عادتي يا شيخ صالح بأنني لا أخذ برخص السفر في ظل وجود السيارات والطائرات اليوم وقصر المسافات، فهل أكون قد خالفت الهدي النبوي؟ نعم، خالفت الرخصة التي يحبها الله عز وجل. الله جل وعلا يحب أن تؤتى رخصه كما يكره أن تؤتى معصيته. الذي يستحب للمسلم المسافر أن يقصر الصلاة، وأن يجمع بين الصلاتين إذا احتاج إلى الجمع،
يريد الله بكم العسر ولا يريد بكم العسر. نعم. أحسن الله إليكم. هذه امرأة تقول بأن ولدها على أبواب الزواج وتريد أن تشتري ذهب من صديقتها بالتقسيط، تقول لأني فقيرة وليس عندي مال. نعم، إذا اشترت بالنقود لا يجوز لها التقسيط، لا بد من التقابض في المجلس. أما إذا اشترت الذهب بالطعام أو بالثياب أو غير ذلك فلا بأس بالتقسيط. نعم. أحسن الله إليكم. هذا سائل يقول بأنه يعاني من ضعف في قراءة القرآن، يتلو القرآن ولكن بصورة غير سليمة، نرد عليه ولكنه لا يستقيم في الترتيل الجيد، هل نستمر معه وهل له أجر في ذلك؟ إذا كان يلحن في القرآن يعني يرفع المنصوب أو يخفض المرفوع أو غير ذلك الشكل يعني غير الشكل، فهذا لا يجوز مع قدرة تعلم وإزالته، يجب أن يضبط القرآن ويقرأه على الوجه العربي الصحيح واللغة التي نزل بها. أما إن كان يقصد بالترتيل والذي هو أحكام التجويد هذا مستحب، ليس بواجب، هذا مستحب. إذا أقام القراءة على العربية ولم يلحن فيها لحنا يغير الإعراب فمسألة التجويد أمرها سهل، إن جاءت فهي من المحسنات وإن لم تأتي فليست بلازمة، لأن بعض الناس يتشدد في التجويد ويعتبره واجبا. نعم. أحسن الله إليكم. يقول هذا السائل بأنه قادر وعلى الأضحية كل سنة، ولكنه يضحي سنة ويترك سنة، ويسأل عن تكسير أيضا عظام الأضحية، هل هو جائز أم لا؟ تكسير عظام الأضحية جائز كغيرها من الذبائح للحاجة، الأفضل أنه كان عنده قدرة أن يضحي كل سنة ليحيي السنة، وإن كان ليس عنده قدرة فحسب الاستطاعة. نعم. أحسن الله إليكم. ما الأحكام يقول المتعلقة بصلاة العيد، حيث أنكر علي بعض الناس صلاة ركعتين في مصلى العيد؟ نعم، إذا قصد تحية المسجد فلا يصلي قبلها ولا بعدها. النبي صلى الله عليه وسلم صلى صلاة العيد في الصحراء ركعتين، لم يصلي قبلها ولا بعدها، هذا هو السنة. نعم. وإذا كان في جامع شيخ؟ هذا محل خلاف، لا ينكر على من صلى تحية المسجد لا على أنها سنة للعيد، على أنها تحية للمسجد، لقوله صلى الله عليه وسلم إذا دخل أحدكم المسجد فلا يجلس حتى يصلي ركعتين. ومنهم من يقول لا صلاة قبل العيد ولا بعدها، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم لم يصلي قبلها ولا بعدها. نعم. هذا السائل أبو سعد يقول من عادتي السفر في أواخر شهر رمضان، وأسأل في هذا الموضوع عن اختلاف الأهلة لشهر رمضان بين البلدان، وما القول الصحيح في ذلك؟ القول الصحيح القول الواجب أنك تصوم مع المسلمين وتفطر مع المسلمين، وإذا صار الصيام ناقصا في حق البلد الذي ذهبت إليه لأنك صمت في بلدك ومتأخرا عن البلد الذي ذهبت إليه فإنك بعد العيد تكمل تقضي ما نقص. نعم. أحسن الله إليكم وبارك فيكم. هل التمر يا شيخ يجزي ككفارة يمين؟ نعم، طعام يشمل التمر ويشمل البر ويشمل الشعير، ما يؤكل ما يطعم من أوسط ما تطعمون أهليكم. نعم. شكر الله لكم فضيلة الشيخ وبارك الله فيكم وفي علمكم ونفع بكم الإسلام والمسلمين. انتهى هذا اللقاء من برنامج نور على الدرب، وسجل هذه الحلقة الزميل عثمان بن عبد الكريم الجويبر، والسلام عليكم ورحمة